حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري. دكتور أحمد أهلا بك معنا. لم يبقى إلا القليل في معركة الموصل، معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش، ما الذي تبقى بالتحديد في هذه المعركة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة يجب أن نوضح ما جرى في مسرح العمليات حتى نتحدث عن المناطق التي لا زال يتواجد فيها التنظيم. تفضل. بعد تفجير جامع النوري بالحقيقة التنظيم كان لديه خطوط توصف أنها خطوط صد، ولكن بعد التفجير عمد التنظيم إلى توزيع هذا الحزام اللي كان هو حزام يحافظ فيه ويشكل فيه خط صد لجامع النوري إلى مجاميع. هذه المجاميع متحركة وجوالة تنتشر في المناطق لتحقق عنصر المشاغلة والتعويق للقطاعات ليس إلا. قدراتها القتالية محدودة وما عادت لديها قدرة فرض الإرادة في الميدان. المعادلة الآن المهمة في إدارة المعركة ومتغيرات في تكتيك إدارة المعركة أنه التنظيم كان يسيطر على المدنيين ويتخذ منهم سلاحا في إدارة المعركة، يناور بهم من أجل خلق حالة توازن لصالحه في ميدان المعركة. الآن التوجهات التي تجري هي نزع قدرة التنظيم في السيطرة على المدنيين وجعل حركة المدنيين مسيطر عليها من قبل قطاعاتنا، لأنه هو الهدف الأساس من العمليات هو تحرير المدنيين ثم بعد ذلك مواجهة التنظيم. فمسألة نزع سيطرة التنظيم على المدنيين ثم بعد ذلك عزل هذه المجاميع التي وصفناها بالمجاميع المتحركة أو الجوالة في مناطق قتيل، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التدمير. الآن ما يعني يشاهد في مسرح العمليات أن التنظيم في اشتباكه ما عاد يمتلك قدرة الإغراق الناري الذي كان يتمتع بها، وإنما هناك محدودية بالنار، وهذا الدليل على نضوب موارده على مستوى الموارد القتالية تسليحا وعتادا، فضلا عن الانهيار الحاصل. تحكم قطعاتنا بالمدنيين بالحقيقة هو هذا الإنجاز الكبير. التنظيم يتواجد ولا يسيطر على أي منطقة، لا يمتلك سيادة في السيطرة عبر عمليات القنص، أسكتت بشكل كامل. هو يتواجد في مناطق ولديه قدرة الذوبان بين المدنيين. نعم، يعني ليس مسيطرا على أي من المناطق. يعني ماذا يعني هذا بالنسبة لتحرير المعركة وإعلان تحريرها بالكامل؟ هل بات قريبا جدا؟ أحسنتم، هو قريب بالحقيقة، والأمر لا يعدو كون إسكات الجيوب، جيوب تتعرض للقطعات. إسكات هذه الجيوب في قدرتها على التعرض للقطعات هو بحد ذاته يعد تحريرا عسكريا. بعد هذه المرحلة تدخل مرحلة جديدة اللي هي مرحلة التطهير اللي يحضر فيها الجهد الأمني والاستخباري في آن واحد حتى ترصد الخلايا النائمة ويجري استمكانها للحيلولة دون قيامها بعمليات تعرضية على القطعات أو على المدنيين. نعم، شكرا لك دكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.